حدد الإطار الوطني عادل رمزي المدرب الجديد للوداد الرياضي لكرة القدم المساعد الأول الذي سيشتغل معه في العارضة التقنية للفريق الأخضر. وفضل عادل رمزي الاستعانة بخدمات الإطار المغربي المتواجد في هولندا عالمي أحناش الذي اشتغل سابقا في هولندا من أجل تولي مهمة المساعد الأول ضمن العارضة التقنية للوداد، وذلك بالتنسيق مع إدارة الفريق الأحمر. وتعاقد الوداد الرياضي مع عادل رمزي من أجل تولي مهمة التدريب بعد انفصال عن الإطار البلجيكي ستيفن فران بروك عقب انتهاء منافسات الدور الماضي منافسات البطولة الوطنية وعصبة الأبطال، إضافة إلى كأس العرش الذي خرج وخالي الوفاض خلال الموسم الماضي.